بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا ما زال قوسك نبلو يرمينا. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. ما الذي جرى يوما به ازدلف الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ظنا. معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا. فهوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفي. وسروا بنسوته على عجف المطار تطوي سهولا بالفلا وحزون. برزت تخاطب شامتا ملعونا. فغدا بما أحضرها يقلب مبسما
كان النبي برشفه مفتونا نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكت لؤلؤا مكنونا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صدق سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين وأولاده وأصحابه عليهم السلام أجمعين. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه صاحب العصر والزمان، عجل الله له الفرج وسهل له المخرج. هذه الرواية الشريفة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله تذكر لنا علاقة وطيدة بين المؤمنين وبين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه العلاقة القلبية والروحية المتوقدة في قلوب شيعة أبي عبد الله والتي تتجدد في كل عام عندما يدخل علينا شهر المحرم، فترى الشيعة في كل مكان يقيمون المأتم على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كي يعلنوا من خلال ذلك مدى ارتباطهم بالإمام. إن هذه المجالس التي تحيى في كل بقاع الأرض إنما هي نابعة ومنبثقة من اعتقاد الشيعة بإمامة أبي عبد الله وأحقية هذا الإمام المظلوم على غيره. فالناس عندهم عقيدة في قلوبهم، هؤلاء الشيعة عندهم ارتباط وثيق، عندهم علاقة وطيدة بهذا الإمام. هذه العقيدة الموجودة في داخل قلب المؤمن آثارها تظهر عندما يدخل شهر المحرم. آثار هذه العقيدة، آثار هذا الارتباط ينبغي أن تكون أو ينبغي أن يكون هذا الأثر، أثر العقيدة في سلوك هذا الإنسان. الإنسان ما اعتقد بإمامة أبي عبد الله وإمامة أهل البيت إلا لأن هذه العقيدة لها مؤثرية على سلوكه، لها مؤثرية على انجذابه نحو الحسين. احنا هذه العلاقة الموجودة عندنا مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجعل عندنا انجذابا نحو الإمام. هذا الانجذاب، هذا الانصهار في حب الإمام عليه السلام أثره المهم هو في سلوك الإنسان، يعني في أن يتبع الإنسان الإمام. لأن الإمام شلون صار إمام غير أنك مأموم تأتم به وتكون سلوكياتك وأفعالك وأقوالك موافقة لهذا الإمام. لاحظ أنت في صلاة الجماعة لما تقدم إمام الجماعة تكون تابعا له في حركاته وسكناته، فهو إمامك في الصلاة. الإمام المعصوم إمام للشيعة، أي أن الشيعة يأتمون به في كل أفعالهم في كل سلوكهم. لذلك تشوف هذه العقيدة شلون مؤثريتها في سلوك شيعة أهل البيت.
الذين يحاولون أن يحيوا مثل هذه المآتم كي يبرزوا ويعلنوا للناس مدى ارتباطهم الوثيق بهذا الإمام المعصوم، فيعرفون به للناس، يقولون للناس: أيها الناس، إن هذا الإمام هو خليفة الله في الأرض الممثل لله سبحانه وتعالى، صفات الله تتجلى فيه، هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليه المفروض الناس تتوجه نحو الائتمام بهذا الإمام، أن يعتقدوا وأن يؤمنوا بهذا الإمام. فإذا آمنوا به شو تصير سلوكياتهم؟ تصير سلوكياتهم تابعة لهذا الإمام. يعني اللي يعتقد بإمامة الحسين مثل اللي يعتقد بإمامة يزيد، شوف أفعال هذا المعتقد وشوف أفعال ذلك المعتقد، كل واحد سلوكياته تصير موافقة ومنسلخ اعتقاده. لذلك الرؤية الحسينية الموجودة لدى شيعة أهل البيت هي أن يعتقدوا بإمامة هؤلاء الأئمة الخلفاء الشرعيين والطبيعيين للرسول الأعظم محمد. ولا يكفي هذا الاعتقاد من دون العمل. لذلك تشوف الرواية عن بعض المعصومين عليهم السلام: لا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. اعتقادك بأهل البيت هذا الاعتقاد لوحده لا يكفي، الواحد كيف يحصل على هذه الولاية؟ كيف يرسخ في ذاته ولاية أهل البيت عليهم السلام يكون يعمل بهذه الولاية؟ الإمام المعصوم يصور الولاية كأنها ثريا معلقة في كبد السماء لا تنال ولايتنا، يعني ما حد يقدر يحصل هذه الولاية ويخليها كنز ثمين في يده إلا إذا كان عاملا وفقا لهذه الرواية، لهذه عفوا الولاية، عامل وورع. لذا تشوف أئمة أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم يؤكدون على إحياء عاشوراء لأنها هي خير عمل يمكن للإنسان من خلاله أن يرسخ هذا المعنى. أي معنى؟ الاعتقاد بالولاية والعمل وفقا بالولاية، بولاية أهل البيت عليهم السلام. شوف من رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله إلى سائر المعصومين، أول من بكى رسول الله صلى الله عليه وآله، يبكي على الحسين قبل مقتل الإمام الحسين. ليش يبكي؟ يريد يكون هذه العلاقة العاطفية بيننا وبين الإمام. إذا تكونت هذه العلاقة بيننا وبين الإمام صار حب للإمام، صار انجذاب نحو الإمام. فإذا انجذبت نحو الإمام أصبحت مطيعا للإمام، لأن المحب لمن يحب مطيع، أليس كذلك؟ إذا أحببنا الإمام، تعلقنا بالإمام، شفنا كمال الإمام، خير الإمام. الإمام ما خرج إلا لغرض الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، تصير عندنا نعم جاذبية نحو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تشوف من بعد رسول الله الإمام الحسن أيضا كان يؤكد على هذا المعنى، الارتباط بالإمام الحسين. فاحتضاري موته بأبي هو وأمي عندما تقيأ كبده قطعا قطعا يدخل عليه أبو عبد الله الحسين حزينا على أخيه الحسن. الإمام الحسن ماذا يقول؟ لا يومك يومك يا أبا عبد الله. الإمام الصادق عليه السلام أيضا كان يحيي هذه المآتم، ليش؟ حتى يربط الناس بالإمام المعصوم، يكون علاقة قوية مع الإمام المعصوم. شوف يحط ستار بينه وبين النساء ويخلي الرجال يحضرون في مجلسه والنساء أيضا حاضرات وراء الستار، ثم يدعو الشعراء كي يرثوا أبا عبد الله الحسين، وكان يبكي بأبي هو وأمي. شوف الإمام الحجة أيضا: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع
دما. كل الأئمة كانوا يؤكدون على هذا المعنى. شوف الإمام الرضا عليه السلام في الرواية عن فعلى مثل الحسين فليبكي الباكو. وأيضا كان يقول بأبي هو وأمي. كان أبي يعني الإمام الكاظم عليه السلام إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى إذا مضت منه 10 أيام كان يوم حزنه وبكائه ومصيبته، وكان يقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. لكن بأي طريقة قتل الحسين؟ كما تعبر الرواية ذبح كما يذبح الكبش، سبط رسول الله حفيد رسول الله يذبح كما يذبح الكبش. لذلك احنا نواسي السيدة الزهراء في مثل هذه الليالي الأليمة التي تمر علينا، نحيي هذا المأتم على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونكون ممن يسعد الزهراء، ممن يواسيها. ما أن يهل هذا الشهر، ما أن يدخل علينا هذا الشهر إلا وترى الجميع في حزن في بكاء، متألمين على إمامهم، يرثونه يبكون عليه ينطمون عليه. هلت الشيعة بالحزن يا هلال عاشور، ونصبت مياتم للعزية ولطمي الصدور. من حين هل الشهر هل بكل الأحزان، وجدد مصاب اللي قضى بالطف حيرة. ناحت عليها ملاكها والإنس والجان، على قتيل قضى بالطف منحور. وأعظم مصيبة ذوبت مهجة الفادي، أهل المدينة سمعوا الزهرة تنادي. عاشور جاني وزاد حزني على أولادي، نصبت مياتم يا خضاق في وسط القبر. ومروا على قبره سمعوا بك الزهرة تنادي بألم حسرة، والعيون محمرة. شو عندش يا زهراء؟ عدنا مصيبة الحين، ولدي مقاطعين، قلبي انفطر نصين، وأعظم مصاب حسين، وأعظم مصاب حسين. أنا الوالدة والقلب لهفة، ودور عزبني وين ما جاء. أنا الوالد المذبوح ابنها، وطول الدهر ما قال حزنها مصيبة.
منها يا سبعين جفة بدور كانها يا بالمعركة محد دفنها وزينب حد الحاد يبضى عنها حب حسين بالمرضع حسينا وسرى بعروقنا ويا الدم حسينا أبد والله ما ننسى حسينا نعيش نموت ويا ابن الزكية يا بني يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك بجاه حبيبك المصطفى وأهل بيته الطيبين النجبا بعلي المرتضى بفاطمة الزهراء بالحسن المجتبى بالحسين الشهيد بكربلا نسألك اللهم أن تقضي حوائجنا وأن تعجل لوليك الفرج والنصر والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها صلوات.